نستمر الآن في حل الأسئلة. سؤالنا اللي بدنا نحله الآن 350 صفحة 182. في عنا بارتيكل أو كولر. الآن هذا البارتيكل وزنه 10 كيلو غرام، بعمل سلايدنج على سموث رود. الآن هذا الكولر موصول ب 2 سبرينجز. الآن السبرينج له، السبرينج الواحد له ستيفنس بتساوي 800 نيوتن على متر. هنا K بتساوي 800 نيوتن على متر. الآن هو في لما يكونوا السبرينجز في الوضع الهوريزونتال، بنلاحظ انه الكولر او الماس إلها سرعة مقدارها 2 متر بير سكند. الآن هو في هذا البوزيشن، بنلاحظ انه طول السبرينج، طول السبرينج كامل 0.4، ولكن بنلاحظ انه لما يكون عندي طول السبرينج هنا 0.4، في السبرينج بيكون في ستريتشنج بمقدار 0.1، يعني الطول الاصلي للسبرينج 300 ملي 0.3 متر. جينا سحبناه 0.1 حتى يوصل لهذه المسافه، فصار عندنا الطول بعد ما عملنا له ستريتشنج 0.4، وصار في ستريتشنج بمقدار 0.1. الآن المطلوب لما البارتيكل اللي عندنا يعمل سلايدنج ويصير في المنطقة هذه، الآن اللي هو ينزل 0.3 اللي هو من هون لحديت المنتصف هون، كيف السبرينج بده يصير شكله بهذا الشكل. الآن من هون لا هون المسافة بدها تكون 0.3 متر. فلما يسحل ويعمل سلايدنج 0.3 متر، بدنا نشوف الـ V2 قديش صارت عند هذه النقطة. الآن هنستخدم الـ Principle of Work and Energy لحل هذه المسألة. الآن هيكون عندنا T1 زائد V1E زائد V1G زائد U من 1 ل 2 برايم بدها تساوي T2 زائد V2E زائد V2G. الآن T1 اللي هو الكاينتيك انرجي في البوزيشن الأول، في عنا الفيلوستي مقدارها 2 متر بير سكند، فحيصفي عنا نص الماس عبارة عن 10 في السرعة 2 متر بير سكند تربيع. الآن بالنسبة للبوتنشال انرجي ديو تو السبرينج زائد، بنلاحظ انه في عنا 2 سبرينجز، فبنضرب باثنين قبل ما نبلش. الآن عنا نص الكي عبارة عن 800، اوكي، بدنا نضربها في الاكس تربيع. الاكس ايش هي؟ مقدار الاستطالة في السبرينج. الآن حكينا احنا السؤال حكي لنا انه في البوزيشن الاول في استطالة بمقدار 0.1، فبالتالي حيكون عندنا هون 0.1 تربيع. إذا نص K في X تربيع مضروب في 2 لأنه عندنا 2 springs. الآن زائد الـ V البوتنشال إنرجي ديو تو جرافيتي، قلنا حتى نتعامل مع البوتنشال إنرجي ديو تو جرافيتي بنيجي بنعمل ريفرنس. الريفرنس ممكن يكون في اي خط هوريزونتال. الان ممكن ناخذ الريفرنس اي خط هوريزونتال، لكن قلنا بنفضل انه مار في البوزيشن الاول او البوزيشن الثاني. خلينا ناخذه في هذا السؤال مار في البوزيشن الثاني، هذا الريفرنس. فبالتالي الان حيكون عندنا ال V1G هي عباره عن ال MGY1. الواي قديش بعاد عن الريفرنس؟ الآن إحنا في البوزيشن واحد، في البوزيشن واحد إحنا فوق الريفرنس، معناته الإشارة حتكون بوزيتيف. الماس مقدارها 10 كيلو غرام مضروبة في الجي اللي هي 9.81. في الارتفاع هذا زي ما حكينا بدنا يعمل سلايدنج بمقدار 0.3، إذا هنا حيكون عندي 0.3. إذا هاي خلصنا هذه
ال تي 1 في 1 اي في 1 جي زائد صفر، لانه ما في عندنا اكسترنال فورسز غير الجي والاي، ما في عندنا فورس غير الجي والاي، فبالتالي الورك دون باي اول اكسترنال فورسز اكسبت الفي والجي اكسبت الاي والجي بدها تساوي صفر. اذا هذا الحكي حيساوي عند تي 2 حتكون نص ام في في تربيع، الماس 10 كيلوغرام، في 2 تربيع وهذه هي اللي بندور عليها، زائد عندنا 2 لانه عندنا 2 سبرينجز مضروبه في نص في الستيفنس تبعت كل سبرينج في الاستطاله اللي موجوده عندنا في البوزيشن اللي احنا فيه اللي هو بوزيشن 2. بنلاحظ انه في البوزيشن 2 لما السبرينج يكون بهذا الشكل، بنلاحظ انه المسافه بين بدايه السبرينج ونهايه السبرينج، الان اذا كانت هذه المسافه من هون لهون 0.4 ومن هون لهون 0.3 حسب فيثاغورس، هذه حتكون المسافه 0.5 متر. ال 0.4 تربيع زائد 0.3 تربيع تحت الجذر حيعطيني 0.5 تربيع. الان هذه طول السبرينج من بدايته لنهايته، بس الان الطول الحقيقي تبعه زي ما حكينا لما ناقشنا البوزيشن الاول، في البوزيشن الاول قلنا عندنا 0.4 ولكن في ستريتشنج 0.1، معناته الطول الحقيقي تبعه 0.3. اذا الستريتشنج اللي صار في البوزيشن الثاني هو عبارة عن 0.5 الطول الكامل ناقص الطول الحقيقي اللي هو 0.3، بده يكون تربيع يعني 0.2 تربيع. الآن زائد B2G، الآن بنلاحظ انه احنا الـ M هذه M G Y2، الـ Y2 بتقع على الريفرنس معناته حيصفي صفر. اذا في هذه الايكويشن في عندنا متغير وحيد اللي هو ال V2، بنحسب ال V2 فحتطلع عندنا قيمة ال V2 بعد ما نحسبها V2 بدها تساوي 2.26 متر بير سكند، وهذا بيكون جواب السؤال تبعنا. إذا مرة ثانية نراجع السؤال، شو سوينا؟ كتبنا كتبنا الـ Principle of Work and Energy T1 زائد V1، T1 بتساوي نص الماس في السرعة تربيع، الـ VE1 هي عبارة عن نص الـ K في الـ 0.1 قديش في عندنا استطالة في السبرينج، هو حكي لي في استطالة بمقدار 0.1 لأنه عندنا 2 سبرينجز بنضرب في 2، زائد الآن الـ Potential Energy بلازم ناخذ لها ريفرنس، فقررنا في هذا السؤال الريفرنس يكون مار من البوزيشن الثاني، فبالتالي حيكون عندي ام جي 0.3 ارتفاعنا هنا او ابتعادنا عن الريفرنس 0.3، فمعناته واحنا اعلى من الريفرنس معناته حيكون عندي بوزيتيف، زائد صفر اللي هو اليو من 1 ل 2 برايم، ما في عندنا فورسز خارجيه الجي والاي تعاملنا معهم، بدها تساوي نص الماس في الفيلوسيتي تربيع، وهذه الفيلوسيتي اللي احنا بندور عليها. بالنسبة للـ V2E بنلاحظ انه السبرينج لما صار في البوزيشن الثاني صار عندنا هذا الطول كامل 0.5، واحنا حكينا من الجزء الاول انه الطول الاصلي تبع السبرينج 0.3، اذا 0.5 ناقص 0.3 0.2 الاستطالة اللي صارت في السبرينج ضرب نص ضرب K بعطيني البوتنشال انرجي ديو تو الالاستيك فورس، نضربها في 2 لانه عندنا 2 سبرينجز، بنجمع لها ال V2G بدها تساوي صفر هون لانه البوزيشن الثاني مار من الريفرنس، فبالتالي حيكون عندنا صفر، في عندنا متغير واحد في هذه الايكويشن اللي هو V2، فبالتالي حتطلع عندنا السرعه 2.26 متر بير سكند تربيع. وهيك بنكون خلصنا السؤال 150. السؤال اللي بعده اللي بدنا نحله آخر سؤال في درس اليوم اللي هو سؤال 131،
من شابتر 3 صفحة 170. الآن بحكي لنا the system is released from rest. إذا released from rest. الآن with no slack in the cable and with the spring stretched 200 مليمتر. الآن at rest في هذه الحالة كل الكابلز مشدودين. بنلاحظ إنه كان في عندي في هذه الحالة السبرينج مسحوب ب 200 مليمتر. المطلوب نحسب المسافة S traveled by the 4 كيلوغرام كارد، الماس هذه اللي 4 كيلوغرام. بدنا نشوف هذه حتتحرك الآن لما نيجي نتركها حتتحرك مسافة S. بدنا نحسب هذه المسافة S before it comes to rest، يعني حيصير كان عندنا rest بعدين حيصير في عندنا motion بعدين لما الجسم يوقف كمان مرة يصير at rest. بدنا نحسب المسافة اللي هي travel by 4 كيلوغرام كار before it comes to rest في حالتين. الحالة الأولى لما يكون هذه الماس صفر، إذا A M تساوي صفر، والحالة الثانية الـ M تساوي 3 كيلو غرام. طبعا assume هنا no mechanical interference و no friction، اوكي، ولازم نحدد whether the distance traveled is up or down the incline. اذا مرة ثانية في عنا الـ 4 كيلو غرام كار موصولة بـ spring. الآن أترست، أنا ماسك السيستم مش سامح له يتحرك. الآن الفرع الأول من السؤال ما في عندي ماس، الماس هنا بتساوي صفر، كأنه هذا مش موجود لأنه الآن ما في عندي تنشن بما أنه هذه الماس صفر، كأنه هذا مش موجود. الآن لما يكون مشدود 200 مليمتر، أوكي، وأتركه حيتحرك بعدين في الفرع الأول من السؤال أكيد السؤال عندنا أكيد الأربعة كيلوغرام حتتحرك للأسفل بعدين حتتحرك للأسفل بعدين يوقفها لسبرينج. الآن بدنا نشوف المسافة اللي اتحركها الأربعة كيلوغرام before it comes to rest. الآن حتى نحل هذا السؤال برضو بدنا نستخدم the principle of work and energy، فحيكون عنا T1 زائد V1 E زائد V1 G زائد U من 1 ل 2 برايم بدها تساوي T2 زائد V2 E زائد V زائد V2 G. الآن بلش from rest معناته T1 حتكون 0 والآن بدنا يتحرك مسافة S بعدين يوقف معناته الآن T برضو بدها T2 بدها تكون 0. الآن ال V1E بنلاحظ إنها بتساوي نص ال K اللي هي 150 نيوتن بير متر مضروبة في 0.2 تربيع اللي هو معطينا إياها في السؤال. الآن زائد الـ V1G، قلنا حتى نتعامل مع الـ V1G بدنا نحط ريفرنس. الآن الريفرنس اللي بدنا نحطه في هذا السؤال خليه في البوزيشن الأول، هذا الريفرنس، هذا البوزيشن الأول، أيوه هاي البوزيشن الأول، اوكي، هي الريفرنس مار من البوزيشن الاول، معناته اذا مار من البوزيشن الاول معناته الام جي واي 1 الواي بدها تساوي صفر لانه الواي تقع على الريفرنس زائد صفر زائد في عندنا اكسترنال فورسز خاشيه على هذا السيستم. الان اول اكسترنال فورسز الورك دان باي اول اكسترنال فورسز، الاكسترنال فورسز هنا مش موجودة فحيساوي صفر، اوكي، حكينا يساوي الـ T2 بتساوي صفر، الـ VE
او ال V 2E اللي هو ال potential energy due to the spring في ال position الثاني. شو حتكون؟ حتساوي نص ال K. ال K حتساوي 150. الآن ال position الثاني الجسم حيتحرك مسافة مقدارها S. الآن هو موج... هو في stretching مقداره 200 مليمتر. رفعت ايدي نزل مسافة مقدارها S، فبالتالي الستريتشنج اللي حيصير في السبرينج مقداره 0.2 ناقص S اللي نزلها. الآن هذا حيكون عندي تربيع. الآن المسافة اللي تحركها الجسم، المسافة اللي تحركها الجسم هي المسافة مقدارها S. إذا قديش اتحرك بشكل vertical؟ حتى الآن إحنا بدنا نطلع الـ MGY2. الآن أول إشي بنلاحظ إنه الـ Y2 بتقع تحت الـ reference، فبالتالي حتكون الإشارة تبعتها negative. الماس مقدارها 4، الـ G 9.81. الآن بدنا نحسب الـ Y2 اللي هي المسافة اللي اتحركها الجسم. المسافة اللي اتحركها الجسم هي S، بس على الـ Vertical Axis قديش اتحركت؟ الآن بنلاحظ إنه الماس عندنا حتتحرك مسافة مقدارها S. إذن الآن كانت عندي في هالبوزيشن هاد، صارت في البوزيشن هاد، أوكي. إذن قديش الـ Vertical Distance اللي هون؟ الآن هذه الزاوية زي ما حكينا 25. إذا ساين ال 25، ساين ال 25 اللي هي هذه الزاوية برضو 25، ساين ال 25 بيساوي الواي 2 اللي أنا بدي إياها على الإس. إذا واي 2 بدها تساوي إس في ساين ال 25. إذا هذه الواي 2 بدها تكون عبارة عن الإس في ساين ال 25. الآن في هذه الإكواشن في عندي متغير وحيد اللي هو الإس، وبنلاحظ إنه هنا الإس عندنا في داخل القوس هذا، والقوس مربع، وهنا عندي إس. بعد شوية عمليات في فك الأقواس وإيجاد قيمة إس بنوجد قيمة إس بتساوي 0.621 متر، اللي هو لما ارفع ايدي حتنزل مسافه مقدارها 0.621، بعدين اتوقف. اوكي، هذا الجزء الاول من السؤال اللي هو لما كان ما عندي ماس، او الماس مقدارها كانت بتساوي صفر. لما كانت الماس بتساوي صفر ورفعت ايدي عن السيستم وتحرك السيستم، قديش المسافه اللي اتحركها؟ الآن في الجزء الثاني من هذا السؤال، لما تكون الماس مقدارها 3 كيلو إغرام، بدنا نحسب المسافة S اللي بتحركها هذا الجسم لما نيجي نرفع إيدنا ويتحرك. والآن يكون at rest، بعدين نرفع إيدنا يتحرك، بعدين it comes to rest again. الآن المطلوب الأول في السؤال، الآن هل هو حيتحرك للأسفل ولا حيتحرك للأعلى؟ الآن بنيجي بنفكر بالسؤال، بنحكي إنه إحنا عنا هنا 3 كيلوغرام، معناته في عنا MG لتحت مقدارها 3G. إذا في كل كابل في عندي 1.5G، وفي عندي هنا 1.5G. إذا هذا الكابل في 1.5G، الواحد ونص جي هذه تقريبا بتكون 14.715 نيوتن. الآن إذا جينا أخذنا مركبة الوزن اللي هي 4 جي في ساين ال 25، بتطلع 16.583 نيوتن. إذا مركبة الوزن على الانكلاين 4 جي ساين 25
16.583 نيوتن، بينما التنشن للاعلى بده يكون 14.715. معناته بنستنتج من هذا الحكي انه لما نترك الجسم هيعمل فيه عنا سلايدنج لتحت. اذا هي النقطه الاولى حددناها انه هيكون في عندي سلايدنج لتحت، اذا اس اللي هيتحركها السيستم هتكون بهذا الاتجاه، هذا هو اتجاه اس في هذا السؤال لتحت. تمام، الان بدنا نوجد قيمه اس في هذا السؤال. الان برضو بنفس الطريقه اللي تعاملنا فيها مع بارت 1 بنتعامل مع بارت 2 اللي هو استخدام البرنسبل اوف ورك اند انرجي. اذا تي 1 زائد في 1 اي زائد في 1 جي زائد يو من 1 ل 2 برايم بيساوي تي 2 زائد في 2 اي زائد في 2 جي. الآن بنلاحظ إنه الجسم طبعاً في عنا في النقطة الثانية من السؤال اللي هي لما تكون عندي الماس هذه قيمتها 3 كيلوغرام وهذه 4. الآن إحنا بنتعامل مع 2 بارتيكلز في السؤال، فبالتالي الآن لما نتعامل مع 2 بارتيكلز في السؤال بدنا نأخذ بعين الاعتبار إنه لما أعمل نص ام في تربيع للأربعة كيلوغرام زائد نص ام في تربيع هذه للأربعة كيلوغرام وهذه الماس للثلاثة كيلوغرام والسرعة تبعت الثلاثة كيلوغرام. أوكي، فبالتالي بس إحنا الآن بلش فروم ريست، معناته هذه السرعة بدها تساوي زيرو وهذه السرعة تبعت هذه السرعة بدها تساوي زيرو وهذه السرعة بدها تساوي زيرو، إذا كل هذا التيرم حيساوي زيرو. نفس الاشي الكاينتيك انرجي في البوزيشن الثاني اللي هو لما ينزل المسافة S، احنا قلنا بدنا شرط السؤال it comes to rest، فبالتالي حيوقف هذا الجسم وحيوقف هذا الجسم، اذا حيصفي عنا T2 بتساوي صفر. اوكي، الان V1E اذا بنلاحظ انه السبرينج في ستريتشنج بمقدار حكي لي 0.2، فبالتالي نص في 150 في 0.2 اللي هو قيمة البوتنشال انرجي ديو تو السبرينج. الآن بدي اختار الريفرنس تبعي في هذا السؤال اللي هو البوزيشن الأول، أنا عشان بدي أتعامل مع الـ V1G. في هذه الحالة لكل بارتيكل بده يكون في له ريفرنس، فالان حيكون في عندي هذا الريفرنس للثلاثة كيلو غرام وهنا الريفرنس للأربعة كيلو غرام ماس. الان بدي اخذ الريفرنس مار من البوزيشن الاول، يعني هم محلهم، فبالتالي حيصفي عندي صفر اللي هو الصفر الجاية من الام جي للواي واحد والام جي للواي واحد، بس هذا للثلاثة كيلو غرام وهذا للأربعة كيلو غرام. بنلاحظ انه الواي ون في الحالتين على الريفرنس معناته حيساوي صفر، زائد الورك دان باي الاول اكسترنال فورسز. اول الاكسترنال فورسز ما عندي انا اكسترنال فورسز، صح انا في عندي هنا في عندي الواحد ونص جي التنشن على الأربعة كيلوغرام وفي عندي الواحد ونص جي في الكابل هذا والواحد ونص جي في الكابل هذا بأثروا على الماس هذه، ولكن هدول الواحد ونص جي عبارة عن internal forces، فبالتالي internal forces ما بدخلوا عنا. تعريفها مرة تانية الwork done by all external forces ما عدا الجي والاي. الان الواحد ونص جي هي عبارة عن internal forces، فبالتالي ما بتدخل في الحسبة، فبالتالي الورك هنا بده يساوي صفر. تساوي الان ال V2E الان زي ما شفنا في الفرع السابق هيكون عندنا نص في 150. الان
في ستريتشنج بمقدار 200 مليمتر 0.2 متر، لما ينزل اس معناته حيصير في الازاحه 0.2 ناقص اس الكل تربيع. هذه الازاحه او الستريتشنج اللي في السبرينج بعد ما ينزل مسافه مقدارها اس. اوكي، الان زائد خلصنا الترم هذا، بصفي الترم الاخير اللي هو البوتنشال انرجي ديو تو الجرافيتي في البوزيشن الثاني. فهنا الان زي ما حكينا في الجزء او البوزيشن الاول في عنا تو تيرمز، لكل بارتكل في عنا تيرم، فخلينا نكتبها، حيصفي زائد الان او ناقص الان الام 4 في جي في واي 2 للماس الفور، للماس الفور زائد او ناقص ام للثلاثة جي في واي 2 للثلاثة كيلو غرام. اوكي، الان بنلاحظ انه الماس والجي واضحين. الان هل عندنا بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ الان بالنسبه للكيلو، الاربعة كيلوغرام، بنلاحظ انه حتنزل تحت الريفرنس. احنا اخترنا الريفرنس البوزيشن الاول والريفرنس للثلاثة كيلوغرام البوزيشن الاول. الان بالنسبه للاربعة كيلوغرام شو اللي حتصير؟ حتنزل لتحت، معناته البوزيشن الثاني تبعها حيكون تحت الريفرنس، بما انه الان الواي 2 تبعتها بدها تكون تحت الريفرنس، اذا بدها تكون الاشارة تبعتنا هنا نيجاتيف. الان بالنسبة للثلاثة كيلو غرام، بنلاحظ انه الثلاثة كيلو غرام لما الجسم عندي ينزل لتحت، الثلاثة كيلو غرام شو حيصير فيها؟ هترتفع، اذا الواي 2 تبعتها هتكون اعلى من الريفرنس اللي اخذناه، فبالتالي الان الاشارة بدها تكون عندي هنا زائد. اوكي، الان بدنا نحسب قديش واي 2 اللي هو الجسم لما اتحرك مسافة مقدارها اس، الان قديه المسافة العمودية اللي بيكون متحركها. لما يكون الجسم متحرك مسافة اس الان، وهذه الزاوية 25 درجة، قديش المسافة العمودية اللي تحركها لما يتحرك مسافة اس على الانكلاين؟ الان زي ما شفنا في الفرع السابق، هذه المسافة حتكون اللي هي واي 2 للاربعة كيلوغرام بدها تساوي اس في ساين الخمسة وعشرين. اوكي، اذا هذه الاس، هذه الواي، هذه الواي بدها تساوي اس مضروبة في ساين الخمسة وعشرين. طيب الان لما يتحرك هذا الاس لتحت، الان حكينا الام حترتفع للاعلى، بس قديش القيمة اللي حترتفع فيها الواي 2 للثلاثة كيلو غرام؟ قديش حترتفع؟ الان بنبلش في السؤال بنفس الطريقة اللي بلشنا فيها في سيكشن 2.9 اللي هو الديبندنت موشن، اللي هو بنيجي بنفرض هنا في عندي المسافة S، وبنيجي بنفرض المسافة هنا نسميها S3. إذا حيصفي عندي طول الكابل 2 S3 زائد S بيساوي L total. أوكي، إذا التشينج اللي عندي حيكون 2 في دلتا S3 بدها تساوي، ناخذها كقيمة مطلقة، بدها تساوي دلتا S. اذا دلتا اس 3 بدها تساوي دلتا اس على 2، ودلتا اس الاس دلتا اس بتساوي بنفترض انها اس، فمعناته هذه حتصفي عندي اس على 2. اذا الجمله عندي حتصفي، خلينا نمسحها بعد ما طلعنا كل هذول التيرمز ونكتبها مره ثانيه. حيصفي عندي
اللي هو حكينا ناقص الأربعة كيلوغرام في 9.81 في S في ساين الخمسة وعشرين درجة زائد الثلاثة كيلوغرام في 9.81 في الآن المسافة اللي تحركها 2.5 S. فمعناته في هذه المعادلة في عنا متغير واحد زي ما شفنا في المعادلة السابقة، هنا عندي S وS وهنا في S تربيع داخل هذه الإيكويشن. بعد ما نحل هذه الإيكويشن فهيطلع عندي قيمة S بتساوي 0.425 متر، وطبعا النتيجة متوقعة انه تكون اصغر من القيمة اللي طلعت معنا في الفرع الاول. الفرع الاول لما كان ما في عندي ماس بدل الثلاثة كيلوغرام كان ما عنديش اشي، فالان ما كان عندي ماس نزل السيستم الـ S.621، بينما لما كان ثلاثة كيلوغرام الثلاثة كيلوغرام ساعد في اللي هو تقليل المسافة اللي بتحركها الجسم، فتحرك الجسم بس 0.425 متر. الله يعطيكم العافية، وهيك بنكون احنا خلصنا سيكشنز 3-6 و 3-7، والله يعطيكم العافية.